الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المجاهدون يستهدفون حاجز الملح، المجاهدون يستهدفون حاجز الملح بقذائف الهاون ردا على استهداف المدنيين. طبعا حاجز الملح وحوادة الجبين تقوم بقصف المدنيين بقذائف الهاون في القرى والبلدات المحررة بريف حماة الشمالي كقرية الزكاة وحصرايا. فيقوم المجاهدون باستهداف هذه الحواجز بقذائف الهاون. 16/5/2016. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المجاهدون يستهدفون حاجز الملح، المجاهدون يستهدفون بقذائف الهاون حاجز الملح بريف حماة ردا على استهداف المدنيين. والدخان يتصاعد. 16/5/2016. الله أكبر الله أكبر. المجاهدون يستهدفون حاجز الملح بقذائف الهاون، المجاهدون يستهدفون حاجز الملح بقذائف الهاون. والدخان يتصاعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المجاهدون يستهدفون حاجز الملح بقذائف الهاون والدخان يتصاعد. 16/5/2016. طبعا حاجز الملح وحواجز الجبين يقومون بقصف القرى والبلدات المحررة بريف حماة الشمالي، فالمجاهدون يردون على مصدر النيران لإسكاتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المجاهدون يستهدفون، المجاهدون من جيش العزة يستهدفون حاجز الملح بقذائف الهاون، المجاهدون من جيش العزة يستهدفون حاجز الملح بقذائف الهاون. والدخان يتصاعد. 16/5/2016. طبعا ردا على استهداف المدنيين من قبل حاجز الملح وحواجز الجبين يقوم المجاهدون من جيش العزة باستهداف حاجز الملح بقذائف الهاون. الله أكبر. هذه القذيفة في حاجز الملح، هذه القذيفة في حاجز الملح. طبعا جيش العزة يستهدف حاجز الملح بقذائف الهاون ومدفع جهنم ردا على استهداف المدنيين. الله أكبر